كنا لسه في اول تيار لما جالي تخد عندك. كان يوم جمعه والناس في العب ده كله معاهدينها لو ابتدت تشتي يوم جمعه لازم تفضل تشتي للخميس اللي وراه، اسبوع بحاله والدنيا بترخ. ما كنتش اقدر استنى لما فتح الله بعت لي الوكيل شهاب وقال العمده عايزك. قلت الامر لله. هي الكاريتا ماشيه براحه كده ليه يا عم شهاب؟ السنة تقيلة قوي يا بيه، بس احنا خلاص جربنا نوصل. الحمد لله على السلامة يا حسن. الله يسلمك يا ست الحاج، وحشاني قوي. انت اللي وحشني يا ضنايا، ده انت مبلول خالص. ما وشيت استلمني انا وعم شهاب واحنا على الكاريتا، ما عرفناش ندارى منه فين. كلنا غرقانين، كل اللي في الدار من تملية وخدامين وغفر من الصبح بينزحوا المية من حوش الدوار. هل بت شفتهم وانت جاي؟ يا صديقة نعمل ستي حاجة. جهزت غدا سيدك حسن؟ ايوه يا سيدي. لا لا ملوش لزوم دلوقتي يما، الاول عايز اشوف العمدة عاوزني في ايه. قال هو فين صحيح؟ داني ما شفتوش من ساعة ما جيت. هو لابد في دار العروس، ما جاش النهاردة وما ظنش هيجي. يلا روحي جهزي مطرح سيدك حسن. يلا. حاضر يا سيدي. بصراحة يما يعني مش عارف اذا كنت هقدر ابات الليلة هنا ولا لا، اصلي لازم ارجع لشهر الليل. مش لما تشوف اخوك العمدة عايز ايه؟ والله لايك في لبس الافندية يا حسن، كنت فاكرك مش هتليق الا في الازهري. لو علي افضل بيه، لكن انت عارفة بقى ياما مدارس الحكومة بتلبس طلابها لبس الافندية دي. قولي اخوك شاهر اخبره ايه؟ كنت سمعك بتقول لازم ترجع له خير. اني قلت لازم؟ لا تلاقيني بس عامل حساب انه بيخاف ينام لوحده في الشقه الكبيره دي، ما انت عارفه شاهر ياما. بسالك عن حاله يا ولد. حاله عال خالص ياما، من يوم ما خطب بنت المري وهو مع اخواتها وابوها ليل نهار ما بيفارقهمش ومعاهم في كل حته. بس انت مالك ياما؟ مالي يا حسن؟ ماي كويسه اهو. لا مش عوايد دي، صوتك مخنوق. فين صوتك اللي كان دايما مجلجل كده زي زمان؟ ليه فرساني ومركبة جلاجل؟ مش القصد يا أمة، بس مش عارف كده يعني فيكي حاجة. ما فيش حاجة غيرش، بس وجع الدماغ والمناهدة مع نسوان أخوك. ليه تاني؟ هو مش العمدة خد المصراوية البيت اللي بناه الحاج عبد الخالق الجديد؟ غاويين منجرة ومكايدة، وهو يا حبة عيني ويلو ولين بنبني الجازية. اسماعيل الصغير واخد نص عقله والنص التاني في ايد المصراوي. بالاذن يا ست الحاج، البيه العمدي وصل طاح وعايز حسن ينزل. طيب غير هدومك المبلوله دي وانزل لاخوك.